صباح الخير يا أولاد، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل جمالك مع الشفشة. والنهاردة هنجيب من على التسريحة كده ونقول ايه عجبني من المنتجات او الفترة اللي فاتت، نقولها كلها. ليه؟ لاني قررت امينيمايز السكين كير بتاعي خالص لاربع خمس خطوات، و ايه هنشوف ايه هننكلوده في الجاي وايه مش هننكلوده. اول حاجة الغسول في الحمام، ومش مهم الغسول بالنسبة لي، زي ما انتم عارفين انا لا اؤمن بالغسول قوي، فاي حاجة بتجيلي بستخدمها صابونة ممكن، بس لو حابة يعني تشتري، انا بالنسبة لي المفضل فارماسيرز الفومينج، مش عندي دلوقتي بس هو بس انا طلبته تاني بصراحة. بالنسبة للشعر انا حبيت ده، استنى عشان في حد الكلاب ماسكه راح اسلك واجي. لما وصلت كلاب كانوا ماسكين ابيه جوز اختي فسلكنا من بابا وماما، اصلهم عايزين يدخلوا والعيال هنا فمش هينفعوا يدخلوا. كنا بنقول ايه؟ بالنسبة للشعر انا استخدمت ده من شيا مويستر، وجبته من امازون، هو لطيف خفيف سنتوليف، يعني بيأدي الغرض بعد الحمام، بيخلي شعري لطيف يعني. بس ده انا مش شايفة منه رجع بصراحة، وغالي ما بنجيبوش، ده ما بنجيبوش خالص، مش هيتجاب تاني. ليه اللي ده بقى؟ انتوا عارفين ان انا لا اؤمن او كنت لا اؤمن بكريم تحت العين، حبيت ده قوي 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 من اليجون، بيرطب الدنيا وبيساعدني في المرحلة اللي لسه ما عملتش فيها العملية، ان انا عملت اللي فوق بس اللي تحت لسه مش محتاجين جراحة، فبيخلي العملية تتأخر اكتر، فانه بيقلل الانتفاخات وكده. لكن عمري ما انصح بحاجة توبيكال للون، يعني اللون ده لا، في غمقان لا ما بنحطش كريمات، بنروح نحقن حاجات، ولكن ده لطيف قوي، اي لاف ات في انه بيرطب ويخفف الانتفاخ تحت العين. بالنسبة للسيرومز الثلاثة بقى المهمين، اللي هو تروح ترند تيجي ترند، ناينسينمايد ما ناينسينمايد، هما الثلاثة دول الاساسيين في حياتنا، مش هنغيرهم ومش هندخل حاجات تانية ومش هنجرب حاجات تانية. اول حاجة اي لاف 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 الهيرونيك اسيد بتاع على روش بوسي، ولكن مش هستمر عليه بصراحة، يعني لما تخلص مش هجيبه تاني لانه غالي جدا جدا، فمش هنجيبه تاني، نرجع للوريال زي الكالبوبزيت. الريتينول بتاع لاروش بوسي برضو بصراحة يعني مش قوي بالنسبة لي كفاية، وانا بحبش اصرف في الريتينول. ليه يا جماعة الخير ما بحبش اصرف في الريتينول؟ لانه في الصيدلية ب15 جنيه هتلاقي كريمات كتير، عندي هنا اكني فري ب15 جنيه ولكنه قوي، فنستخدم معاه تكنيك الساندويتشينج، يعني من تحت موسترايزر ومن فوق نستخدمه مرة واحدة في الأسبوع كده. احنا بنتكلم على الريتينول بعد كده، بس مراهم الريتينول في الصيدلية برخص التراب، فمش هنجيب سيرم ب700,000 جنيه. عندي برضو من المنتجات المصرية التي افخر بيها جدا دوشز ده كولاجين. انتوا عارفين ان انا لا اؤمن بالكولاجين على البشرة، انه هو لا بيمتص غير بالاكل، بالنسبة لي الكولاجين بيمتص من الاكل ومش من البودرة اللي بنحطها في بتاع ونقلب دي، لا اخر بيمتص هو لوحده، بيمتص من اللحمة اللي بناكلها خلاص، ما تعمليش بس امتى بيمتص؟ لما بيكون معاه حاجات تانية، ده انا لسه بجربه فما اقدرش اقول حاجة، لطيف خفيف على الوش كل حاجة، بس انا ما اقدرش اجربه، وده من ما اقدرش اقول عنه اليجون، ما اقدرش اقول عنه حاجة. دي تاني ازازة فاي لاف ات اي لاف ات اي لاف ات اي لاف ات من دوشز، وهو فيه فيتامين سي وهيرونيك اسيد مع بعض، فعشان كده بياخدوا ايه الكولاجين ويدخلوا بيه، انما لو كولاجين لوحده ما بنشتريش يا ست الكل، تمام. وده من الحاجات المصريه التي افخر بيها ومبسوطه بيها قوي قوي قوي. فيتامين سي، انا وصلت للفيتامين سي يا اولاد
الأسطورة بالنسبة لي، اللي مهما غالي هجيبه على طول، وهو من الماركة دي اسمها فارماسيرز. أنا شفت فرق في النمشات. النمشات قلت بصراحة، في جلو كده، الحاجة اللي بتديني جلو على الصبح هو ده فيتامين سي من فارماسيرز. مش عارفة الماركة دي محدش بيتكلم عليها كتير، بس هي عمري حياتي قلبي وصالحة للاستخدام الصبح، عشان في ناس من مدرسة نحط فيتامين سي بالليل، وفي ناس الصبح لا، في ده اللي هو ممكن نستخدمه الصبح. الصن بلوك بقى، انتوا عارفين حياتي حياتي، من اليجون رخيص جميل خفيف، احسن احساس صن بلوك على الاطلاق. ولو ان الصن بلوك بقى هيبقى فيه كلام بعد ما كل الشركات هتنزل حاجة اسمها مينرال صن بلوك، وساعتها كلنا الشركة اللي مش هتنزل مينرال صن بلوك دي هزمت في السوق، هزمت. فانا بحب ده، مش مينرال بس، لما ينزلوا المينرال مش عارف هينزلوا ولا لا، الاليجون ده مفيش حد زيه، مفيش حد عمل الملمس ده. لا انا بكره لاروج بوسيه، وده رخيص جدا، مش عارفه كام بس هو رخيص. ده تاني واحد في الحاجات السريعه، يعني لو انا على البحر، يعني مش اساسيات بس، لو انا على البحر طالعه من الجيم بتاع، بحب الصن بلوك في صوره الستيك، تمام. بس هو بيسيب كاست ابيض، فممكن تحتاجي تعملي كده بعده، بس ده من سيتافيل وغالي ما بنجيبوش. وعندي برضو من سيرافي، الاتنين حلوين بس دلع، مش اساسي، مش اساسي. بالنسبة للمرطب، انا جبت دول في لحظة ضعف مادي، لوريال الصبح وانا يعني مش شايفة حاجة سبيشال بصراحة، بس هم لطيفين يعني. مع صباح الخير سلمكي جميلة. بس هم لطيفين يعني، ما عملوش مشاكل، مرطبين لطيفين، بس مش شايفه حاجه سنتو لفيتا. بالنسبه لليبام، انتوا عارفين دي من هي اسمها ايه دي الوليه دي، دكتور راشال، احلف بيها طول حياتي، منقذه منقذه شفايفي سنتولوفيت بسبب. ولكن مؤخرا بجرب حاجة من دوشز، حبيت الملمس بس لسه ما قلناش الكلام. الحلو اللي عجبني فيها ان هي زي الفيزلين، بس اول ما تلمسيها بتتحول لزيت. لسه ما نحط بقى، طبعا غير اللون الحلو، اول بتلمسيها بتتحول لزيت، خفيفة جدا لذيذة جدا. سونتو ليفيت انا ممكن استخدمها على خدي برده، لانها خفيفة مش زي الفازلين. لسه بجرب في التونر بتاع اليجون، انا مش من المؤمنين بالتونر قوي، بس ما علينا. بجرب ده من اليجون، حبيته بس لسه في كلام. حبيته عشان في حاجات كتير فعالة، يعني في بي 5 وفيتامين اي وفيتامين سي و9 سينامايد والوفيرا وتي 3 وكل الحاجات دي، من غير ما يكون مجفف وقابض قوي، فلطيف. بس لسه ما قلناش الكلام الاخير عليه. فعلا النقطة التانية، ما مش ده النقطة الأساسية، إن احنا مش هنقعد نحط حاجات من بره، بس لازم نحط حاجات من جوه. واحد هوريكم السبلمنتس الأساسية في حياتي، وبيدخل عليها حاجات تانية، بس هما دول التلاتة الأساسيين، وكله مصري وكله في متناول الجميع. رويال فيجي هو مش للشعر بس، ده أكتر حاجة بتعمل نتيجة في الشعر معايا. رويال فيجي، رويال فيجي من الصيدلية ب40 بحاجة و30 كده. فيتامين سي، سي ريتارد جميل من الصيدلية برضو، اسمه سي ريتارد. فيتامين بي، نيوروتون برضو من الصيدلية، جميل برضو اساسي.
والرابع والأخير أوميجا 3، أوميجا 3 بلس من الصيدلية سنتولوفيت برضو في حدود 29 أعتقد. بس يا ولاد، وهذا هو الحاجات المهمة في حياتي. شكرا. طبعا لو نفسيتك زي الخرا ارميلي كل اللي قلناه ده في الزبالة، ملهاش لازمة. اديني قلت لك. ماشي، نسيت شوية حاجات لما جيت على السرير شفتها. ده انا الازازة الخامسة تقريبا هي اللي طلبتها، ودي الازازة الرابعة I love it للشعر، لإنبات الشعر The Ordinary Multi Bobbitite، ما فيش زيه. هتلاقيه على نون، سعره حلو على نون ومضمون، يعني في حتت مضمون. ايه بقى، يعني مش لسه، بقى لسه في كلام، مش قادرة احدد. الهيد مساجر دي كل حياتي بصراحة، من امازون، سعرها دلوقتي غالي قوي. انا كنت جايباها وهي 800، دلوقتي 2000، بس بصراحة ما اقدرش استغنى عنها. بس تقدري تعملي مساج بايدك عادي. بس ولا استنى يا جماعة، ركبة حجاجة حلزقومة حزلقومة جميلة اللي عاملة مشكلة. القمطة سيدتي تمام، او المخدة الستان سيدتي. المخدة الكيس ده تحديدا من شي ان، بس في حاجات كتير في مصر بتبيعه. القمطة من اي محل شربات عادي. ماشي، كل شوية افتكر حاجة. للضوافر في سترونج اند لونج من جوفاليتي، ده برضو تالت واحد ليا عظيم. ده طول ضوافري، بس انا بحط جل فوق ضوافري، جل مش هارد جل فوق ضوافري على طول، فده لطيف قوي للضوافر وبينقذها في مرحلة لما بزهق من الجل بقى وعايزة اربي ضوافري الطبيعية. ده لطيف قوي. بس كده هات. بالنسبة للي هو السواد اللي هنا او هنا اللي عندي ده، ده وحمة. بليف ات اور نوت، انا مولودة كده، فما بحاولش معاه ولا يمضايقاني بصراحة خالص. عندي تحت العين اصفرار عادي، برضو مش مضايقني لدرجة ان اروح احقنه او حاجة. ف اتس اوكيز، اتس اوكيز. كده اقول لكم بقى ليه هنستنى اما المينرال ينزل من الصن بلوك، لان المينرال ده بيعتمد على الحماية الفيزيائية، فاهم؟ فمحتاج بس سيبك من الكلام اللي انا قلته ده ارمي، محتاج يتجدد كل 6 ساعات، يعني تحطيه وتخرجي وخلاص من 6 ساعات تكون الشمس نزلت. فده هيبقى نقلة في عالم السنتولوفيت بإذن الله. زي ما اتكلمنا في كل حاجة، بقى تعالوا نروح الحمام ونشوف منتجات الشعر. ولكن يعني مش من الناس اللي بتؤمن بالمنتجات اللي هي زي الشامبو، زي الغسول بالنسبة لي مش ملوش أي أهمية. فتعالي الشامبو ده انا حبيته من بيرس بريس، ما اعرفش هما بعتولي يعني بيرس اسمه بريس، ولكن شامبو يومي بالنسبه لي، يعني شامبو مش منظف قوي للشعر. بستخدم المصحف في اي حاجه جديده. الشروصه ده كانوا مدهولي، في الشروصه مدهولي، فاتيكا برضو حاجات بتتبعت لي. بحب بتاع اسمه ايه ده، بيوتي باي هيدي برضو، ولكن انا مش بحب النيزورال حبيبي زي از بيوريفاينج، يعني بغسل بيه كل فترة. بس انا في الشامبوهات ما بركزش خالص. بدل هنتكلم في كل حاجة، غسول انثوي ما بطلتوش بقالي من ساعة ما اتجوزت لحد دلوقتي بستخدمه. ما عندوش ريحة، ودي اهم حاجة، مش بيعمل تهابات. اسمه جولد من الصيدلية عادي. لا اؤمن بحمامات الكريم والبلسم، والله ما بؤمنش في الحاجات دي اوي، لان انا بعمل حمام الكريم بتاعي من الصبار اللي انتوا عارفينه انا بحبه. بس ده بعتهولي بيت تمارة من تركيا، I love it I love it I love it، ولكن لا اعتمد عليهم، يعني ما مش شايفاه ولا مش عارفه ايه الحلو فيه. بيوتي باي هيدي بعتولي ده لطيف. زي ما قلت لكم
انا لا اؤمن غير بالصبار. وبرضو اسمهم ايه بتوع القمطوط، هيرز بعتولي ده لطيف مرطب، ولكن زي ما قلت لكم كل الحاجات اللي في الشاور لا تعنيني شيء. الحاجات اللي بنحطها بقى بنعمل بيها مساج والحاجات دي هي اللي بتعنيني. فتعالوا من احلى الزيوت اللي بستخدمها، ودي تالت ازازة بالنسبة لي، ناو الارجان اويل. لطيف، كان استخدمه عشان استخدمه بعد الحمام على شعري عادي، لطيف كحمام زيت، لطيف للفروة، ولطيف كمخفف للزيت. يعني نحط عليه الروزماري، عشان مش المفروض نستخدم الروزماري على الشعر على طول، لان ده ممكن يسبب التهاب. من الحاجات برضو اللي بحطها على الفروة من هيرز، بس لسه في التجربة، من بريس لسه في التجربة برضو، فما عنديش حاجات ممكن اقول عليها كتير للشعر غير الحاجات اللي قلتها لكم اللي اؤمن بيها. بحب بقى للجسم اللوشن ده من اليجون، عظيم عظيم عظيم، احبه اوي. ترطيب خفيف بعد البحر، يعني بعد ما نتلسع من الشمس، بيز لاين ده حلو قوي. ايه تاني عندنا؟ طبعا ماسكاتي المفضلة بيور باي انجي، و ازدك كلين. استنى عشان في حاجة مهمة نرجع لها، ثواني. في الشاور ابل سايدر فينيجر لا استغنى عنه في حاجات كتير. ساعات على الصبح معلقة على كوباية مية بشربها، بتنظم لي الدنيا جدا، بتسد نفسي كمان. ولكن لا انصح بيها عشان ممكن حد يجيله قرحة وكده، وانا مش بعمل كده على طول. بس استخدامي الاصلي بخلطه مع الازدك كلي، ومرة في الاسبوع بحط قد فنجان على شرشق مية واشطف بيه شعري اخر حاجة، ما بيسيبش ريحة بقى زي الخل الابيض. لا، اول ما شعرك ينشف ما بيسيبش ريحة، بيعادل البي اتش بتاع الشعر، وكمان بيسيبه لامع وصحي ولطيف وحلو قوي في القشر.